اهلا بكم من جديد. امبارح كان اليوم الدولي للاسر واللي اعتمدته الامم المتحده للتعريف بالتحديات اللي بتواجه الاسر، سواء بقى تحديات اجتماعيه او ديموغرافيه. احنا بنحتفل باليوم ده وكنا حابين نعرف بقى ايه التحديات اللي ممكن تكون بتواجه الاسر المصريه في الوقت دلوقتي، وهل التركيبه المجتمعيه فعلا اختلفت؟ هل احنا بقينا في وسط ضغوط الحياه ما بقيناش عارفين نتعامل زي زمان، فقدنا جزء من عاداتنا وتقاليدنا، ما بقيناش شبه أسرنا اللي تربينا فيها؟ ده فعلا احنا فيه السبب ولا اللي بيحصل حوالينا هو السبب فعلا تفتكر؟ والله انا مبسوط ان الامم المتحده عملت كده. يعني كويس ان يبقى في يوم عالمي للاسر وان احنا نتكلم عن الاسره المصريه، هيبقى فيه شويه خصوصيه عننا. الاعياد الامميه زي ما بسميها والايام الامميه هتبقى مناسبه كل عام لتقييم ما جرى وما سيحدث. الاسره المصريه بطبيعه الحال بتعاني اشد المعاناه من امراض اجتماعيه شديده التجذر. تعالى كده شوف الاسره المصريه عام 2023 وشوف الاسره المصريه في الستينات في الخمسينات، شوفها في بداية القرن العشرين كانت عاملة ازاي. مش هقول لك ان كانت حاجة عظيمة وكان في السيد وكان في امينة وخلافه، لكن كانت مستقرة. ما كانتش معدلات الطلاق توصل لرقم واحد في العالم، ما كانتش توصل ان رئيس الجمهورية القيادة السياسية يقول يا جماعة معقولة الكلام ده، عايزين نلاقي حل في كل هذه المشاكل الاجتماعية. ما كانش يطرح في الحوار الوطني اللي هو مفروض ان هو مخصص لمناقشة قضايا سياسية محور اجتماعي متعلق بالأسرة المصرية. دي حاجات كتيرة جدا. هل العولمة جزء من هذا الأمر؟ هل دخول السوشيال ميديا ووسائل التواصل الاجتماعي ودخول المنصات التلفزيونية الأمريكية والغربية على أسرنا ليها تأثير؟ كل الأسئلة دي هنحاول نجاوب عليها في فقرتنا النهاردة. ضيفتنا النهاردة الدكتورة عزة زيان، استشاري العلاقات الأسرية، اللي هتتشرف النهاردة أيضا بإلقاء كلمة في اليوم الأممي العالمي للأسر عن التحديات التي تواجه الأسر المصرية. صباح الخير يا دكتور. صباح الورد. الأول تعالوا نتمنى لكل الأسر المصرية والعربية والدولية حياة أسرية سعيدة مستقرة. أهلا وسهلا بيك يا دكتورة ومنورانا، وبالتوفيق في البيبر اللي هتناقشيها النهاردة إن شاء الله. ميرسي. خلينا كده بداية نشوف التساؤلات اللي مصطفى كان لسه بيتكلم عليها. إحنا لو جينا قلنا الأسرة المصرية، إحنا عارفين إن شكلها اتغير زي كل حاجة اتغيرت حوالينا، وكل حاجة طبيعي إنها تكون بتتغير. إحنا بس مش عارفين اتغيرت للأحسن ولا اتغيرت للأوحش. مصطفى بيقول إن في بداية القرن اللي فات كانت الأسر المصرية أكثر استقراراً. بيقول كان في اشكال، سواء بقى كان في امينه وغير امينه، وكان في، ولكن كانت الاسره اكثر استقرارا. هو ده الشكل الاستقرار اللي احنا عايزينه، ولا احنا عايزين اسر اكثر استقرارا والجميع فيها مستريح والجميع فيها بيقوم بدوره بمنتهى الحب والود والرحمه؟ طيب نتفق على حاجه، نتفق انه استقرار الاسر المصريه او العربية أو الدولية محتاج مجهود غير عادي من جميع أفراد الأسرة، سواء زوج أو زوجة أو أبناء. مجهود غير عادي، مش مجهود أي كلام. أبناء؟ حتى الأبناء لازم يبذلوا مجهود، يعني مجهود علشان ما يرهقوش الأب والأم. مجهود يسمعوا الكلام، مجهود يلتزموا، كل ده مجهود. طب نتخيل أنه في أبناء مرهقين للآباء والأمهات، بيحصل في مشكلة ما بين الأب والأم وما بينهم وما بين الاباء والامهات، تمام؟ فنتفق ان كل افراد الاسره المفروض ان هم يلعبوا الدور ده، ان احنا ننجح العلاقه الاسريه، تمام؟ طيب الاسره بمنتهى البساطه كده هي مجموعه من الافراد، وخلينا نقول بدايه من الرجل والمراه، تعهدوا على ايه؟ تعهدوا على اداء الحقوق والواجبات شرعا او قانونا او شرطا، يعني بشرع ربنا بالشريعه اللي ربنا يعني اقرها، او اشترطنا كزوجين، احنا في شروط مكتوبه كمان بتبقى، او شروط متقاله الاثنين بيقولوا لبعض احنا في جوازنا عايزين واحد اثنين ثلاثه، وده المفروض انه يحصل، او كمان قانونا، يعني احنا بيحكمنا قوانين وتشريعات خاصه بالاسره، فالمفروض انه في ثلاث حاجات بتحكم الرابطه الاسريه دي، تمام؟ طيب ايه اللي بيحصل؟ ايه اللي بيحصل؟ ان احنا على مدار السنين وعلى مدار يعني العقود تغيرت حقيقي شكل الاسره، سواء العلاقات ما بينها، العلاقات الانسانيه والاجتماعيه ما بينها، او كمان على المستوى خلينا نقول ايه الديموغرافي.
يعني شفنا انه المواليد، عدد المواليد وعدد الوفيات، وفي اصبح في زواج تاني وتالت ورابع، اصبحنا نشوف برضو اشكال متعدده من اشكال حتى الزواج. يعني ما بقاش شكل الوحيد هو العقد الوحيد، ولكن للاسف تم ابتداع اشكال مختلفه من الزواج، زواج البارت تايم وزواج حاجه اسمها زواج الدم، واشكال مختلفه. طبعا احنا بنسمع اشكال كتير وانواع كتير طرأت على المجتمع المصري او العربي كمان. ف مبسوطه قوي خارج الاطار القانوني والتشريعي طبعا، واغرب الوقت الشرعي كمان زي ما مصطفى بالظبط، خارج الشريعه والتشريعات. طيب خلينا نقول انه من اكبر التحديات اللي بتواجه الاسره المصريه والعربيه بشكل عام العولمه. العولمه تحدي هائل جدا بتواجهه جميع الاسر الان. يعني ايه عولمه عشان اللي مش متابعنا يعرف؟ العولمه ببساطه هي الغاء الحواجز بين الشعوب والدول ودخول ثقافات مختلفه ومغايره، وخلينا على مجتمعنا نقول الثقافات الغربيه اللي اصبحت خلينا نقول ايه مسيطره اكتر كمان على المجتمعات العربيه. صحيح. الجزء ده او المفهوم ده اللي اصبح مسيطر على كتير من يعني الاسر او المجتمعات العربيه ادى الخلل، وجود خلل. معلش ما عندي سؤال هنا، العولمه هنا يعني دخول، يعني العالم كله يتاثر ببعضه صح؟ انا النهارده مثلا كلمه ميد ان تشاينا هي الشعار اللي حطته دوله الصين وقالت انا في حلول عام كده كل بيت في العالم هيبقى فيه ميد ان تشاينا. ليه انا مثلا ما تاثرتش بالثقافة الصينية وهي أقرب لينا، الثقافة اليابانية وهي أقرب لينا، ليه تأثرت بالثقافة الغربية اللي هي أبعد عننا بكتير؟ ما هناك الأسر مستقرة يا دكتورة، ولا أنا غلطان؟ ده حقيقي جدا جدا، بس الانبهار والإبهار الضعيف بيتأثر بالأقوى، بالقوي، النموذج القوي، النموذج المبهر قدمت لنا أو قدم لنا الغرب على الدوام في السنوات الأخيرة. يعني بقينا نلاقي نماذج مبهرة كتير جدا. على سبيل المثال خلينا نقول بقى وسائل الاتصال والتكنولوجيا والموبايلات والفيسبوك والواتساب وغيرها من وسائل الاتصال اللي ما كانتش موجوده، والحقيقه اللي بسميها وسائل انفصال اسري مش اتصال، وثوره الميديا نتفليكس والمش عارف ايه وخلاف، كل ده عولمه بالظبط. وابتدت الثقافه الغربيه تبث في المجتمعات العربيه بشكل عام ثقافتها، واصبح هذه الثقافه هي الثقافه المثلى، عشان نبقى متحضرين وشكلنا لطيف وحلو لازم نكون يعني شبه. ما خدناش منهم الصناعه، ما خدناش منهم الزراعه، ما خدناش منهم ساعات العمل، خدنا منهم بس اسوا حاجه. يعني هقول لحضرتك حاجه دلوقتي، احنا لما يعني بنشوف الغرب بنشوف ايه من ثقافه الغرب؟ بنشوف ثقافه الاستهلاك مثلا، ودي من الاشياء الحقيقه برضو خلينا نعد برضو السلبيات اللي احنا خدناها من العولمه، اللي من ضمنها ده ثقافه الاستهلاك اللي أثرت على الأسر المصرية، اللي جعلت الأسر المصرية تمر خلينا نقول إيه بأكثر من ضائقة مادية كمان. لأنه خلينا نقول إنه الأسر سواء أزواج أو زوجات أو أبناء أصبحوا أكثر تطلعا، عندنا إعلانات، عندنا سينما، عندنا دراما، وهنتكلم على السينما والدراما والإعلام كمان، لأنه للأسف المفروض إنه الوسائل دي تكون داعم للمجتمع، مشجع خلينا نقول إيجابيات معينة تبتدي تبثها فينا، ولكن للأسف أصبحت العكس. فبنلاقي إنه في إعلانات بتشجع ثقافة الاستهلاك أكتر من اللازم. ثقافة الاستهلاك بس ولا فكرة الدعم الانفصال بشكل أو بآخر؟ يعني إحنا شفنا في أكتر من منصة في الفترة اللي فاتت احنا مع جدا ان احنا نقدم الدعم للمراه، ومع جدا ان احنا نقدم ان حياتك مستمره وانت تقدري ويجب الا تخضعي لاي نوع من انواع العنف او الايذاء او، ولكن مؤخرا كده تلاقي في الدراما انه حياه الواحده لازم هتتغير تماما، الشكل الامثل ما هتنفصل على طول بتحلو وبتصغر وبتخس وكل البروجكتس بتبقى قدامها وكل الناس بتبقى واقفه تساعدها لوجه الله وكل المشاريع بتتفتح قدامها وبتنجح وما فيش. ده حقيقي، ده ما تبثه او بعض مما تبثه الثقافات الغربيه. كويس، لان احنا ما تربيناش على ده، ما تاسسناش على ده.
ولكن انا مبسوطه قوي ان حضرتك خدتينا في المنطقه دي، لانه فعلا عندنا سينما وعندنا دراما بتشجع النموذج ده، انه امتلاك المراه لمصادر قوه ايا كان المصادر دي، سواء شغل او سواء مال او سواء حتى اسره او حسب او نسب او جمال او جاه، كل دي مصادر قوه. تمكين المراه امر واجب ولازم، ولكن مع التزامن على عاداتنا الشرقيه بالظبط كده، على مجتمعنا، مع التزامن مع تمكينها ثقافيا وتعليميا. يعني تمكين المراه واستخدام ادواتها سواء سواء المال او الجمال كمصدر قوه او كل ادوات القوه، لو لم يتم تمكينها ثقافيا يعني مش هتعرف تستغل او تستخدم ادوات قوتها بشكل امثل. يعني مثلا هنلاقي امراه معينه اول ما جالها فلوس خلاص هي بتعيش الحياه بشكل مختلف، قد تستغنى عن شكل الزواج فتعتبره قيد مثلا، لان هي خلاص مش معتمده او ما اصبحتش خلاص معتمده على هذا الزوج مثلا. ليه؟ لانه ما تمش تمكينها وما تمش توعيتها بالشكل الكافي لاستخدام مصادر قوتها. بالظبط. طب انا هسالك سؤال، انا عارف حضرتك مش استاذ علوم سياسيه ولا متخصصه في السياسه، وانا عارف التخصص العلوم الاجتماعيه مترابطه في الاستشارات الاسريه. اللي حصل ده صدفه؟ يعني ان العولمه تيجي تفكك كل شيء مخطط، مجتمعات مستقره ضاربه بجذورها في اعماق التاريخ، الاسره المصريه من ايام الفراعنه اسره ليها رابط وليها حاكم، الاب ليه قداسه معينه، ان يتم تسفيه نموذج الزوج وان الزوجه لازم تتمرد وان ده يحصل في دراما او يحصل في سوشيال ميديا، وان احنا ناخد دم الغرب ما ناخدش دم الشرق. ما تهاجمش الزوجه يا مصطفى. استاذ مصطفى، لا يصدر الغرب اي شيء بالصدفه للمجتمعات العربيه. صح. ابدا ابدا، فده شيء مخطط. لكن هي الفكره انا كمجتمع عربي، عذرا يا دكتوره، ده مخطط ولا بيعكس اللي موجود في المجتمع يا فندم؟ ده مخطط ولا بيعكس طبيعه مجتمع؟ اولا هو مخطط غربي، وخلينا نتفق على ده، لانه فعلا ما فيش اي شيء بالصدفه. مجتمع او العالم الغربي بيخطط تخطيط هائل للمجتمعات العربيه بالتزامن مع اللي حضرتك قلتيه، مع تهيئه المجتمعات العربيه لاستقبال ده. خلينا نعترف انه في بعض الاحيان بنلاقي المجتمعات دي مجتمعات هشه جدا فبتستقبل ما يصدره اليها الغرب. كمان خلينا نقول انه الغرب، او خلينا نقول العولمه، صدرت كمان مفهوم خاص بالعلاقات ما بين الاباء والابناء، مفهوم الحريه الشخصيه للابناء. فبقى للابن الحريه الشخصيه انه يرفض ما يمليه عليه الاب او الام. الشكل ده من الاشكال ما كانش في مجتمعاتنا العربيه او المصريه فيما سبق، لكن كان مفهوم الطاعه، كان مفهوم حتى كان في مناقشه بادب، ولكن تغير شكل الاسره برضو، واصبح كمان يعني خلينا نقول بقى ايه، تحت او ما بين اقواس كتيره جدا، الابناء عايزين الاستقلاليه وبناء الذات. فده الشعار، انا ولو مستقل. ولو زعقت لي هطلب لك البوليس والكلام الغربي ده. بالظبط. ده كان بيحصل عندنا؟ ما كانش عمره ما كان بيحصل ابدا. كمان ده تزامن مع ايه؟ مع تراجع دور الاب. يعني ليه تراجع دور الاب؟ لان خلينا نقول اشتغل، وخلينا نقول برضو انه عندنا فيسبوك، عندنا سهولة العلاقات برضو، الفيسبوك وما شابه من وسائل التواصل والاتصال سهلت العلاقات. كمان ممكن يكون الشغل يعني فترة او فترتين بسبب الحالة الاقتصادية اللي احنا فيها، فالاب بيحاول يعني يوجد عمل اخر كمان. فكل ده الحقيقة برضو خلى الاب والام دورهم شوية يتراجع، مع طبعا احنا مش ضد عمل المرأة طبعا، ولكن احنا مع التوازن. لكن احيانا بنلاقي انه في بعض الاعمال بتتطلب من العامل سواء اب او ام انه بيتاخر قليلا او كثيرا حتى بره البيت، فاحيانا بنلاقي الام برضو بتتاخر شويه بره البيت. كل ده، كل العوامل دي ساعدت انه دور الاب والام يتقلص ويتراجع، فما خدش نفس الدور اللي كانوا واخده الاباء والامهات فيما سبق. يعني شكل معلش الأسرة بس لما الام بتتاخر الاب يساعد، ولما الاب بيتاخر الام بتساعد. ما ده هي مطلوب. هي ده التربيه المثالي.
مش مسؤوليه الام فقط ومش مسؤوليه الاب فقط، مسؤوليه مشتركه. هو ده الشكل المثالي، هو ده اللي احنا بننادي بيه فعلا، ولكن في فرق ما بين المفروض والواقع. المفروض شيء والواقع للاسف يعني بنلاقيه في معظم الاحيان عفوا في معظم الاحيان مختلف تماما. كمان خلينا نقول برضو التفكك الاسري اللي بقينا نشوفه، وحضرتك اشرتي الموضوع مهم جدا انه الطلاق بقى مستساغ جدا جدا في الانثروبولوجيا وفي الفلكلور والمثل الشعبي اللي بيترجم واقعنا المعاش. كنا بنسمع مثل شعبي شهير، الام بتعشش والراجل بيطفش. كويس، مع تغير برضو الوضع والتغيرات اللي حصلت لقينا كمان انه العكس، انه احيانا كتير بنلاقي انه المراه بتقرر انهاء العلاقه الزوجيه اكثر من الرجل، ودي بتدخل فيها عوامل كتير. يعني كتير بنلاقي ازواج متمسكين جدا باقامه العلاقه، احيانا بيكون تمسك للعشره والعلاقه الطيبه، واحيانا انه ما يقدرش يبني بيت اخر، فالقصه بتبقى شويه معتمده على الخساره الماديه. وطبعا احنا في ظروف لا تحتمل اقامه حياه اخرى مثلا بمصاريف اخرى. بيتزامن مع ده انه المراه حقيقي بقت مستقله، اشتغلت اكتر وخدت فرص اكتر، واحيانا كمان بتشتغل وبتاخد مرتب اعلى من الرجل. مش عايزين احيانا، احنا عايزين على قد الشغل والكفاءه كل واحد ياخد اجره. يعني احيانا خلينا نقول ده بيحصل، ف يعني احيانا بنلاقي ان المراه بتقرر انهاء العلاقه. ف ما بقاش برضو المثل بس رجوعا للمثل ده، لانه برضو ده احنا بنقول تغير شكل الاسره وتغير شكل العلاقات. فالمثل ده احيانا بنلاقيه بالعكس، الراجل بيعشش والست هي اللي بتطفش احيانا. طيب انا في كلمتك النهارده اللي هتلقيها بمناسبه اليوم العالمي للأسر اللي أعلنته الأمم المتحدة، هل وضعتي حلول لهذه الظاهرة؟ يعني زي كل بيبر بتتقال في محفل عالمي بيبقى في عرض للمشكلة وفي حلول. أكيد لازم هنقول حلول، مش معقول نكركب الدنيا كده ما نقولش حلول. أول شيء الدور المجتمعي، المجتمع لازم يكون له دور، ودور واضح وصريح. ليه؟ لأنه المجتمع بما فيه من إمكانيات، يعني ممكن الامكانيات دي ما تكونش موجوده في الاسر، ولكن في التدخل المجتمعي، وطبعا المجتمع المدني، غير لازم يكون في جانب تدريبي ندرب الشباب. وكنت بقترح كمان الحقيقه، انا بقالي سنوات بقول دعوه لوزير التربيه والتعليم، لو سمحت من فضلك عايزين ماده تربيه اسريه. يعني الدعوه دي بقالها سنوات، حوالي 7-8 سنين بقول لو سمحت عايزين ماده تربيه اسريه تاخد الاطفال في كل مرحله عمريه، في الابتدائيه او الاعداديه او الثانويه وحتى الجامعه، كل مرحله على حسب القدره الاستيعابيه لكل مرحله. بنقول ببساطه كده ايه شكل الاسره، ايه حقوق الزوج والزوجه والاب والام، ايه حدود الزوجين، لانه حتى للزوجين حدود، ايه ادوار الزوج وادوار الزوجه وادوار الابناء. فخلينا نقول انه يعني الجانب التدريبي كمان، احنا ندرب شباب وندرب ابناء وبنات يبقوا ازواج وزوجات. دي حاجه. حاجه كمان الكورسات، موضوع مهم جدا، عايزين توافر كورسات اكتر واكتر. غير كمان الموضوع المهم اللي احنا كنا من شويه بنتكلم فيه، دور الاعلام. اوصي بحاجه؟ اتفضل. ممكن احط توصيه؟ يا ريت. الشرق مستقر، الاسر الشرقيه مستقر. أنا سافرت الصين وشفت عدد كبير من النماذج في هذه المجتمعات، سواء الصين أو اليابان أو دي دول متقدمة جدا، الأسرة هناك مستقرة. لماذا لا تكون العولمة الاستفادة من أيضا من هذه التجارب، إن إحنا بنعرض تجربة هي وبنعرض تجربة هنا، وبنشوف التكوين الاجتماعي عامل إزاي هنا والتكوين الغربي عامل إزاي. فأنا بوصي زي ما إحنا بنتكلم على العولمة إن إحنا نستفيد من التجارب الشرقية، نحاول بقدر الإمكان. قلنا تعليم، قلنا المدرسة، مدرسة ليها دور هائل جدا. وأخيرا عايزة أقول الثقافة، وخصوصا الثقافة الإسلامية اللي بترسخ مثلا لكل ما هو جيد وكل ما هو ممتاز الحقيقة، العودة للهوية والجذور المصرية. بالضبط. صحيح. بنشكرك يا دكتورة. دكتورة عزة زيان، استشارة العلاقات الأسرية، ربما حطيتي لينا روشتة علاج للمشاكل الأسرية المصرية في اليوم العالمي للأسر،
وقلتي ان تاثير العولمه بكل اشكال وكل تلاوينه هو السبب الرئيسي في ما وصلت اليه الاسره المصريه يعني من تفكك في السنوات الاخيره. شكرا لك مره ثانيه. ميرسي خالص. شكرا جزيلا. نورتينا دكتور. شكرا.